أولا السلام عليكم. الجديد ديالي هو بطل العالم، كانت أغنية من كلمة يونس آدم ومن الألحان ديالي ومن التوزيع ديال حمزة الغازي، طبعا كانت إخراج ديال فيصل وملكة. سي ان كوبل تري 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 فريمون تري ان بون كوبل، حتى في الخدمة ديالهم كيخدموا انصومبل. الوغ جافي تو لو بليزير انني نجمع هاد ليكيب كاملة تكون معايا، وهذا هو الجديد ديالي هو بطل العالم. وان شاء الله كاينه اون شونسون ان شاء الله غادي تنزل في راس العام. باقين في لي ديتاي الاخرين ديالها. وابار كوتي الغناء راكم عارفين كوتي ديال لا كومبوزيسيون والتلحين، عندي عمل مع سعد المجرد، عندي عمل مع سلمى رشيد قريب ان شاء الله، عندي دنيا باطمه، عندي عمل مع رشيد ابراهيمي، بزاف ديال الحوايج الحمد لله. الوغ ابراهيم الوالي كذلك، الحمد لله بزاف ديال لي شونسون اللي خدامين عليهم دابا، وغادي ان شاء الله غادي ينزلوا كنظن انه تباعا، وكنتمنى انه تنال الاعجاب ديال كاع الناس. الوغ بالنسبه للستيل اللي غادي نكمل به، هو انا في خدمتي ديما تنحاول نوع في لي ستيل، تنحاول ما نكونش عندي ستيل واحد كما كنت تعرفوا انه انت باغي واحد ستيل، شدي ولدك عليا كانت ستيل اخر، حسبني طما كانت ان اوتر ستيل. بطل العالم حتى هي كان ستيل اخر، الفاتوره مغربنا كل وحده كانت كتنوع بواحد ستيل ديالها وواحد الكاريزما ديالها. وان شاء الله في قادم الاعمال ديالي كنخدم ديما لي شونسون اللي انا ترتاح فيهم، فما كنكونش مسوق بزاف شنو لي ستيل اللي غادي يكون لا شونسون بغيتها وصلت ليا حسيت بها غادي ننزلها ما كاينش مشكل. والحاجه اللي انا كنوعد بها الناس هو انه ديما غادي يلقاو دي شونسون فيهم احساس زواون، فيهم موضوع زواون، فيهم جمله الحنيه زواونه. وكذلك موسيقيا ديما كنحاول انه تكون الموسيقى في اعلى مستوى في الاغاني، ديما كنحاول نلعب على كوتي تا ميوزيكال، لا في الالات ولا في الايقاع، دو حوايج ديما كنحاول نبازي عليهم. والحمد لله اللي جاي ديما غادي يكون مختلف ان شاء الله، ولكن غيكون ديما قريب الاحساس وقريب قريب القلب ديال الناس ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيك بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.